مش هتلاقيها. ليه؟ عملتوا فيها ايه؟ ولا حاجة يا حبيبتي، ما عملناش فيها أي حاجة، بالعكس قولي لها مبروك. أختك نزلت تشتري فستان الفرح، فرحها على وائل القماش. أنتِ كمان هتجوزيها للقماش؟ اسكت يا فريدة، هو كان راضي؟ ده بالعافية، ده أنا كنت هبوس رجله عشان يوافق بيها بعد فضحتها. ما تسألي المحروسة أختك كانت بتعمل إيه جوه هي والقماش؟ قطع لسانك ولسان اللي يجيب سيرة أختي بالثوب. خلاص يا جدعان، أنا مستعد أرضيكم كلكم، أنا مستعد أتجوزها. أنت بتقول إيه؟ اللي أنت سمعته؟ قولي لي إن ده ما حصلش. والله العظيم ما حصل حاجة. يبقى باكحة وعينيها يتدب فيها رصاصة. أمال كانت بتعمل إيه جوه هي والقماش؟ أفتح ألاقي منظر ما يطلعش من بنت محترمة أبداً. أستر على ولاينا يا رب. لولا الراجل ده، الله يكرمه، الراجل اللي أنتِ بتطرديه من بيتنا هو اللي خلاه يوافق إنه يسترها وياخدها. مش ممكن الراجل ده هو اللي نام على فرشة أبويا. فريدة! فريدة! عارفة يا فريدة أنت بتفكريني بإيه؟ بواحدة رايحة تنتحر من فوق الكوبري، بس وهي رايحة بتبص يمين وشمال، خايفة للعربيات تدوسها. إزاي أخرج من هنا؟ ازاي اخرج من هنا؟ انت عارفه تخرج ازاي يا فريده؟ القرار قرارك، وتهالي ده اللي انت كنت مستنياه. انا مندهش من المقاومه. المفروض انك دخلتي هنا عشان تهربي من الدنيا، وانا كل اللي عملته ان هيأت لك طريقه مريحه لكده. انا كده كده هاخد القهوه. المنتجع؟ القهوه يا فريده، القهوه. انت كل اللي عليكي انك تحضري فرح هاني وليليان، تتفرجي بس. أنا عارف إن الطلة من أوضتك بتبص على الحارة على طول. يا فريدة! 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 أنا آسف، آسف والله. أنا هربت من السجن عشان أجيلك.